هلا مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. وليلى عمر أهلا بك. شكرا لك سحارة. شكرا إيمان. وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية العمل على جذب استثمارات خارجية جديدة والعمل لحل أي مشكلة للمستثمرين الحاليين. وخلال اجتماع مع رئيس هيئة الاستثمار، أكد مدبولي أن الدولة أتاحت تيسيرات ومحفزات غير مسبوقة في الفترة الماضية خاصة للمستثمرين الصناعيين. كما تم استعراض مقترح الإصدار الرابع لموقع الخريطة الاستثمارية وما يتضمنه من مكونات ومعلومات تسهم في المزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء الأهمية التي توليها مصر للتعاون مع الوكالة وعن تطلع الحكومة إلى التعاون الوثيق مع الوكالة خلال الأعوام المقبلة. كما أكد مدبولي اهتمام مصر بتعزيز الدور الذي تقوم به وكالة نيباد والتي تمثل أولويات الرئاسة المصرية للوكالة، وعلى رأسها حشد الموارد لتنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تساهم في عملية الربط القارية. وقعت شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال بروتوكول تعاون مع منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمي إندرايف، ويهدف البروتوكول إلى تحقيق تكامل الجهود والتعاون المشترك بين الجهتين للنهوض بقطاع ريادة الأعمال المصرية عن طريق نقل الخبرات وتبادل المعلومات وإقامة الندوات وإتاحة الفرص المختلفة للشركات الناشئة المصرية. أكدت شركة مواني دبي العالمية المشغلة لمواني استراليا أنها استأنفت العمليات في جميع منشآتها بعد حدث اختراق إلكتروني اضطرها إلى تعليق العمليات لمدة 3 أيام. وعطل الاختراق عمليات الشركة التي تدير نحو 40% من البضائع التي تتدفق من وإلى البلاد. كما وقفت العمليات في محطات الحاويات في ملبورن وسيدني وبريزبن منذ الجمعة الماضية. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لسحر وإيمان لمتابعة ما تبقى من النشر. إليكم من جديد. شكرا لك ليلى عمر.